الله الصمد، الصمد من أسماء الله جل وعلا المتضمن لصفة الصمدية، والصمد هو السيد كامل السؤدد الذي تصمد إليه الخلائق لحاجاتها، يعني تقصده لحاجاتها، وهذا من أسماء الله المفخمة العظيمة التي تتضمن كثيرا من الصفات. ولذلك حار العلماء في كتابة معنى الصمد، وتنوعت عباراتهم فيها، وتكاثرت عبارات السلف في معنى الصمد، ذكر ابن كثير عبارات متعددة وذكرها غيره من المفسرين. نعم.